أشكر المجلس الأعلى للدولة على ما قدموه من مجهودات خلال العامين الماضيين، وعلى الدروس المستفادة في العمل الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة وعدم التمسك بالكراسي والمناصب، وإنما التمسك بخدمة الوطن. وأخص بالشكر أخينا الدكتور عبد الرحمن السويحلي الذي واصل الليل بالنهار لمحاولاته إخراج البلد من الانغلاق السياسي ومعالجة بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتواصل والمصالحة وغير ذلك. كما أشكر أخواني الذين منحوني وزملائي هذه الثقة وحملونا هذه الأمانة، وهي بلا شك أمانة عظيمة وثقل كبير. لا نستطيع المكتب الرئاسي لوحدنا أن نقوم بهذه المهام إلا بالتعاضد معكم وبأن تكونوا عونا لنا في حمل هذا الحمل الثقيل، حتى يمكننا معا أن نكمل المسيرة التي بدأناها، وهي الوصول إلى مرحلة استقرار نهائية وانتهاء المراحل الانتقالية التي مر بها الوطن. وفي هذه المناسبة أؤكد أننا سنكون منفتحين على كافة الأطراف السياسية في ليبيا، ولن يقف في سبيل تحقيق المصالح العليا للدولة الليبية أمامنا أي حواجز، ونحن على استعداد لتقديم كل ما يمكن تقديمه لإنجاح المسيرة الديمقراطية في ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان مهما تطلب ذلك منا من تنازلات. كما نؤكد أننا ملتزمون بالإعلان الدستوري وتعديلاته وبالاتفاق السياسي الذي نعتبره الإطار الوحيد الممكن للخروج من الأزمة السياسية، ونحن على استعداد للتواصل المباشر والسريع والبناء مع إخوتنا الجناح الآخر للاتفاق السياسي مجلس النواب، ونؤيد ونبارك أي خطوات في هذا الاتجاه، وسنقوم بأسرع ما يمكن بمحاولات التواصل هذه بشكل رسمي من المجلس أو بشكل فردي. كما لا يفوتني أن أنوه وأشكر الدور الذي تقوم به البعثة الأممية للدعم، ونطلب منهم مزيد الدعم للحالة الليبية، لأننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى، فلا نريد أن تشتت هذه الجهود في مقترحات جديدة أو غير ذلك، وإنما علينا الالتفاف على الاتفاق السياسي وإنجاحه والعبور بالبلد إلى بر الأمان. أؤكد أيضاً على أننا نتطلع من الأخوة في الدول الشقيقة والصديقة التعاون الإيجابي وتأييد أي محاولة منهم لمساعدتنا في الخروج من الأزمة، وأن يكون التدخلات تدخلات إيجابية ليست لصالح طرف من أطراف الصراع دون الآخر، بل لصالح كل الليبيين جميعا. أيضا في الختام أؤكد على ما بدأت به أننا لن نستطيع القيام بمهامنا إلا ككل واحد مجتمعين مع بعضنا البعض، وسنبدأ بعون الله تعالى في تفكيك الملفات المعقدة والمنغلقة في ونحاول أن نخرج من هذه الأزمة. أخيرا، كما بدأ أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن السويحلي صباحا كلمته بالتعزية في الحادث الأليم الذي مر بالليبيين أمس، فإننا نؤكد على هذه التعزية سواء كانت بشكل رسمي، وسنحاول أن نتواصل مع عائلة الأطفال الذين قتلوا لتقديم واجب العزاء لهم. أيضا في ملاحظة بعض الأخوة نبهوني عليها، وهي ما يتعلق بضرورة دعم المسار الدستوري. نحن داعمون للمسار الدستوري، وصوتنا في هذا المجلس الكريم تصويتا واضحا على مقترح للتصويت على الدستور أو الاستفتاء على الدستور. نتمنى من أخواننا
في مجلس النواب أيضا الإسراع بهذا الأمر حتى نصل إلى مرحلة الاستقرار. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم.